ونازل في الدقيقة 119 عشان شوط ضربة الطريق. طب ماشي، ما انا نزله في الشوط الرابع يعني يسخن يعني قصدك؟ ايوه، ياخد احساس الكرة ويباصي كام باصة وبعد كده يعمل كام واحدة طويلة، ياخد احساس الملعب. ده هو باصة باصتين وكله للسلية واحدة والتانية لمحمد هاني، ده اللي لمسهم، ويجي بعد كده يشوط ضربة جزاء. لازم يبقى نازل. حصل في الدوري الانجليزي في ماتش، انا نفسي اسال حاجة وحد يجاوبنا عليه. ديانج ده ما يقعدش طالما موجود يلعب. طب هسألكوا سؤال، اللعيب ده طالما موجود في النادي الاهلي، والله العظيم مش ديانج بس، وعمار حمدي، وعندك احمد عباد، انت عارف لو الناس دي هي اللي لعبت وجاي عشان تثبت نفسيها، النهارده كانوا كسبوا طلع الجيش 3-4. والله العظيم، انما دول عارفين ان هيلعبوا. بص انا كاتب ايه، خلق المنافسه. انا كاتب كده، انا لعيب النهارده محمد شريف مش في مستواه، او قفشه مش في مستواه، قعد عشان المباراه اللي بعدها او السيزون يديك 100% من مستواه. انا مثلا اصلا مش مغسل وضام من جنه، انا طبعا لازم العب بقفشه ولازم العب بشريف لان ده الهداف وده صانع الالعاب. تمام. انا ما عنديش الاثنين دولت حد زيهم، فاعمل ايه؟ هبدا المباراه، لقيته مش موفق اشده، لقيت قفشه مش هو قفشه اللي احنا متعودين اشده، واخد بالك؟ هيجي الماتش اللي جاي وهتبص تلاقي ده يقول لك بس ده الراجل عرف ايه، هيقعدني. طب هنا بقى التغيير اللي عايز اتكلم عليه يا كابتن، لما حب ينزل حسام حسن ما جاش على قفشه وجي على ايمن اشرف بالذات، واحنا بنتكلم كان ممكن حد يطلع من نص الملعب. دي غلطته. ها؟ دي غلطه المدير الفني. ماشي، انا بسالك يعني، هل من الطبيعي ان ده كان ايمن اشرف اللي هو بيلعب في قلب الدفاع هو اللي يطلع، ولا مثلا اكرم توفيق ناحيه اليمين؟ لا لا لا، هو اللي ولا يطلع حمدي فتحي ده في نص الملعب اللي يطلع محمد شريف، لاني مش موفق، مش يومه خالص. انت عارف لو بيعمل تحركات كان فيرو ده، انا كابتن انت عايز تكسب. ايوه، عايز تزود الجزر. طب انت نزلت الاثنين بقوا مش مقفلين على بعض، الثلاثه كمان بصلاح محسن لما نزل الثلاثه تايهين مش عارفين مين اللي راس حربه ومين اللي يروح على القريبه ومين اللي يروح على البعيده. بص يا فاروق، انا عشان اصلا مش خسران عشان العب باتنين راسات حرب، انا برضو بعمل التوازن عشان ان انا احافظ عليه. انت دلوقتي حسام حسن ده جاي ايه؟ راس حرب. يبقى خلاص اشد محمد شريف طالما مش موفق واحط حسام حسن، يا اما احط صلاح محسن عشان تبدا تحكم عليه. انما النهارده حسام حسن يخش ال 18 بيبقى فيه محمد شريف وبيبقى فيه صلاح محسن. طب ما ممكن كان طلع حسين الشحات وطلع مع لاعب محمد محمد شريف خلي بالك اليمين ويحط. ما هو اوريدي حسين الشحات خرج قبلها كابتن. يعني يا كابتن بص، صلاح محسن نزل مكان حسين الشحات في الدقيقه 90، نزل حسام حسن مكان ايمن اشرف. خلينا نتكلم بصراحه فروق، وهو خرج اكرم توفيق كمان خلي بالكوا عشان اخد كارت اصفر ونزل خايف عشان كده. ده جزء كبير، جزء النادي الاهلي عنده فقر فني في الشق الهجومي، مع ان عنده لعيبه كتير. انت عارف ليه؟ والله العظيم انت عارف ليه يا شادي؟ عشان مفيش دوافع ومفيش تحرك ومفيش وجوه جديده. زي ما انا بقول لك كده، لو لعب احمد عبد القادر النهارده وعمار وحسام حسن او صلاح محسن راس حربه كان كسب وكان هيكسب مكسب كويس. ده قصدك من البدايه يا كابتن؟ اه طبعا. لان دولت عايزين يثبتوا نفسيهم، هم مش جايين كماله عدد. لازم تخلق منافسه بقى، لازم الفتره اللي جايه دي اللعيبه اللي هي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات. بص كهربا، والله العظيم انا طبعا انت عارف ان احنا انتقدنا هنا كهربا قد ايه، بس كهربا لو خد الفرص بتاعه حسين الشحات وطاهر محمد طاهر هيبقى في حته ثانيه. تسمحوا لي.